انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس ارحموني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملتك من ناحيتي وشعللتك نار. يا ام يا ام، انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه، مشان خاطري بالراحه بالراحه يا اخويا. ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاحوا، عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لا همهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك، خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس، اموريني تطلع الوليه دي وتخلص منها. ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه عايزه تخرب بيتي وتطلعني. قولي لي بقى، انت هتستفيدي يا ست انت اما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ ضربي قله الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت، انا اضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه، ده ما بقاش بيت، ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص، وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ ده تكنيله في شكلك، امشي غريب من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتطلقي هتطلقي.